السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف حمدان أبو سفيان من الأردن. رح نحكي في الحلقة هاي عن أسباب عدم تخصيب البيض بالكنار. صار عندنا نقاشات كثير والأعضاء أغلبها كان يسأل عن عدم تخصيب البيض بالكنار، شو السبب؟ كانت الملاحظات في المجموعات في الفترة الأخيرة إنه يفضل إنك تحط للطير فيتامين أو تعطيه المواد اللي تتعلق بالتخصيب. إحنا قبل ما نعطي الطير فيتامين أو نحط المواد اللي تتعلق بالتخصيب لازم نعرف الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي لعدم تخصيب البيض. الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي لعدم تخصيب البيض، السبب الأول لازم لما بنحط جوز بنجمعهم مع بعض لازم نتأكد من الذكر والأنثى إنهم فعلا ذكر وأنثى، مش يكونوا التنين ذكور أو التنين إناث. هذا شيء مهم جدا، واللي ما بيعرف يستشير أحد الخبراء أو يسأل أي مربي طيور. النقطة الثانية إنه ما يكونش يعني يكون في تساوي في شكل الحبة، يعني الذكر يكون نفس حجم الأنثى، ما يكون في أحجام مختلفة عن بعضها البعض مثل هيك، يعني هيك الذكر والأنثى مناسبين لبعض، نفس الطول نفس المستوى، ما يكونش حدا فيهم أكبر من الثاني. حتى بالعمر يفضل يكون العمر قريب على بعضه. النقطة بدنا نشرحها، أهم شيء توفر العش في مكان مناسب للتزاوج، يعني في بعض الذكور ما بتكبس أو ما بتخصب على المجاثم العادية، بعض الذكور تستخدم العش للتخصيب، فلازم نكون بعدين شوي عن القفص، نعطي مجال بسيط إذا الذكر فكر يخصب الأنثى على العش ويترك المجاثم. بالإضافة لإنا بدنا نهتم بالمجاثم الموجودة بالقفص إنها تكون مريحة، القفص يكون واسع للجوز ويكون المستم مناسب بحيث إنه الذكر إذا بده يحرك جناحاته يقدر يحركها بسهولة. بدنا نهتم برضو في موضوع طيور اللي تحمل ريش مثل الجلوستر أو النرويش أو اليوركشير أو البادوفان، الطيور الريش يفضل قص الريش الزائد عند المجبر زي ما شرحنا في فيديوهات سابقة. في كمان نقطة لازم نهتم فيها، أظافر الذكر والأنثى. الأطفر لما الذكر بيجي يخصب الأنثى مرات بالأظافر بأيديها فبتضطر تهرب فبيطلع البيض غير مخصب، هاي شغلة مهمة. شغلة مهمة تانية، الذكر لازم يكون له ذنب، الذنب إذا انسحب ذنب الذكر مش راح يقدر، راح يفقد التوازن، مش راح يقدر يسيطر على التخصيب بشكل سليم. وبدنا نهتم من عدم تشحيم الذكر والأنثى، يعني نهتم إنه الذكر ما يكون مشحم، يكون جاهز فعلا للتزاوج بالإضافة إلى التغريد. يعني لما يكون الذكر عامل مهم إن لما نجمع ذكر مع أنثى يكون الذكر بغرغر. بعض الذكور بتعاني من عقم طبيعي، لما يكون في عنا عقم طبيعي مجرب الذكر أكثر من مرة وما في تخصيب ساعتها نقدر نستخدم مواد اللي تساعد الذكر على إنه يخصب مثل السيلينيوم أو الـ AD3E أو بعض المحفزات الجنسية الأخرى. استخدام الأدوية المفرط للطيور بيؤدي إلى عدم تخصيب، ممكن إحنا نعطي جرعة زايدة لازم نستشير خبراء ونستشير طبيب بيطري في المادة اللي بدنا نعطيها للطير وشو نسبة الجرعة اللي بياخدها وكم يوم، هاي شغلة مهمة جدا. الطيور لازم لما يكون في تزاوج لازم تكون مش بغيار ريش، لازم تكون جاهزة ونتفقد الطير الذكر أو الأنثى ما يكونش في مرحلة غيار الريش. بعدين الإنتاج، كتر الإنتاج للذكر والأنثى، يعني إحنا إذا أنتجنا بلشنا موسم الإنتاج في الشتاء وضلينا شغالين، كتر الإنتاج والضغط على الذكر والأنثى بيولد عدم تخصيب في المراحل المتقدمة. يعني إحنا خلينا نكتفي بأربع بطون بالسنة من كل ذكر ومن كل جوز، هذا كفاية، وبعد هيك بندخل الطيور بغيار ريش وراحة. في كمان عامل مهم إنه لازم نهتم في غذاء الطيور ونهتم من نظافة القفص، عدم وجود الفاش في القفص بالمرة، يعني نهتم بنظافة القفص ما يكونش لا في الزوايا هون ولا في أي مكان يوجد فاش عشان نقدر نحافظ على الذكر والأنثى. وبالإضافة بدنا نهتم بالإضاءة الموجودة داخل الغرفة ونهتم بالحرارة والرطوبة،
يعني ما بدنا الغرفة اللي نكون فيها الكنار تطلع الحرارة فيها وتنزل والرطوبة تزيد وتنزل، لازم نحافظ على الحرارة وعلى الرطوبة. إن شاء الله في الحلقة القادمة رح أشرح عن موضوع عدم نجاح الفراخ تحت الأنثى، لأنه في بعض الأعضاء بيشكوا من أنه موت الفراخ تحت الأنثى. رح يكون في لها حلقة خاصة إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكراً للاستماع وإلى اللقاء في فيديو آخر.